السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة تصاميم دروس. اليوم إن شاء الله راح نشوفوك فين نديرو لو كونت روندي. لو كونت روندي هذا بزاف منكم يطلبوا فيه، يعني هو حاجة سهلة خاوتي. كاين اللي راهم مسكاكين منها، كاين اللي يقول لك ما نديروش خلاص في الباك. هو في الحقيقة يعني 6 نقاط في المتناول. اليوم إن شاء الله راح نعطي لكم طريقة ستوندار يعني اللي تصلح في جميع النصوص. راح نشوفوا في هذا الفيديو ما هو التقرير، ما هي انواع النصوص التي نقوم باعداد التقرير عنها، شرح الفرق بين نوعي لو كونت روندي، يعني لو كونت روندي اوبجيكتيف وسبجيكتيف، واخيرا واللي هو المفيد اسهل طريقه لاعداد لو كونت روندي. ونبداو بربي ان شاء الله. عندنا لي تيب دي تكست، انواع النصوص. النوع الاول والمشهور جدا هو نص تاريخي، لو تكست هيستوريك. هاد النص خاوتي تلقاها يتحدث عن احداث تاريخيه. كيف تعرفوا بلي تكست هيستوريك؟ تلقى فيه تواريخ بزاف، تلقى مصطلحات ثوريه واللي تدل على الحرب، يعني امور من هذا القبيل. لو تكست هيستوريك يعني راه واضح مع تشوفوه باين بلي نص تاريخي. كاين نص تفسيري اكسبليكاتيف، كاين النص السردي اللي هو يسرد احداث الناراتيف، كاين النص الحجاجي ارغومونتاتيف. هذا النص تلقى يعني الكاتب يعطينا في وجهه النظر تاعو ويحوس يثبتها بادله، يعني يحوس يقنعنا. واخر نوع هو النص الوصفي ديسكريبتيف. نبداو الان بالمفيد مباشره. ديما نبداو بالمقدمه خاوتي. المقدمه هي سهله جدا وما عليكم الا حفظوها، يعني ستوندار تصلح في جميع النصوص. نبداو لو تكست سانتيتيل، يعني النص المعنون، ونكتبوا عنوان النص. عنوان النص خاوتي كامل على بالكم وين يجي، ديما في اعلى النص. على سبيل المثال استوار دي وي ماي 45، هذا نص تاريخي يعني بكل تعرفوه. عنوان النص قلنا نكتبوا لو تكست سانتيتيل. ثم نكملوا الى اي تي اكس 3 2، ونكتبوا مصدر النص. مصدر النص يعني خاوتي قادر يكون كتاب، يمكن يكون موقع الكتروني، يعني المكان اللي جابوا منه هذا النص. ممكن مانيش عارف انا، ممكن يكون جريده. على سبيل المثال الجيري اون مارش، هذا في نص وي ماي 45، كان مصدر الجيري اون مارش. والمصدر خاوتي ديما تلقاوه في اسفل النص، اسفل النص على اقصى اليمين، يعني وين تلقاو المصدر، تاريخ الاصدار، حوايج كيما هكا. نكملو نعاودو لو تكست سانتيتيل، ونكتبو عنوان النص الى اي تي اكس 3 2، ونكتبو مصدر النص اكخي باغ. لهنا خاوتي نقولو شكون اللي كتب هذا النص، يعني الكاتب يتكتب ايضا في اسفل النص على اليمين. على سبيل المثال الكاتب المشهور حسين ايت احمد، هذا الكاتب يكتب نصوص تاريخيه ومجاهد يعني كبير، ربي يرحمه ويوسع عليه بالمناسبة. الآن خاوتي نبداو نكتبو المقدمة. ماذا بيا تجيبو ورقة وستيلو وتكتبو معايا هاد المقدمة اللي راهي ستوندارد تصلح في جميع النصوص. فيما سبق شرحت لكم وين تلقاو مصدر هاد المعلومات. الآن راح نبداو في المقدمة الحقيقية. أولا قلنا ديما نكتبو لو تكست سانتيتيل، ونكتبو عنوان النص إيتان تكست، ونكتبوا لهنا نوع النص. نوع النص كيما شفنا قبيل كاين 5 انواع من النصوص. كاين النص التاريخي لو تكست هيستوريك، اذا كان هذا النص تاريخي اكتب له ايتان تكست هيستوريك، يعني كيف تعرفوا بلي تاريخي، تلقى فيه بزاف لي دات، تلقى يعني احداث تاريخيه الى اخره. يقدر يكون نص اكسبليكاتيف يعني نص تفسيري، يقدر يكون ناراتيف يعني سردي، يقدر يكون حجاجي ارغومونتاتيف، ويقدر يكون وصفي ديسكريبتيف. نكملوا الان الى اي تي اكس 3 2. لهنا قلنا نكتبوا مصدر نص. مصدر نص كما شفنا قبيلات يمكن ان يكون كتاب او جريده او موقع الكتروني. اكخي باغ، ونكتبوا اسم الكاتب. ثم في بعض النصوص يمكن يعطينا دار النشر، نكتبوا جمله هادي بيبلي بار لا ميزون ديديسيون، ونكتبوا اسم دار النشر، ثم اون، ونكتبوا تاريخ اصدار هذا الكتاب.
يعني في بعض الأحيان يمكن أن ما يعطيناش دار النشر خلاص ما نكتبوش هذه الجملة، ثم في الأخير نعطيهم الفكرة الأساسية اللي يتحدث عنها هذا النص، يعني نكتبوا له تكست بار لي دو واعطيهم الفكره اللي جات في بالك باللي غادي يهضر عليها هذا النص. ما تقولش ما نعرفش، يعني ما عندك ما خسر في جميع الاحوال، يعني نقطه زايده خير من اللي ما كانش. الان ننتقل الى الديفلوبمون اي العرض. ديما نبداو بهذه العباره خاوتي، دون سو تكست لوتر إما انفورم يعني يخبرنا سير ليفامو، او راكونت يعني يحكي لنا قصه، او اخيرا في ان كومباريزون يعني يعمل مقارنه. هذه الجمله خاوتي يعني بكل ما تقدروا ديروها فقط يعني احفظوها برك، دون سو تكست لوتر إما يخبرنا او يحكي لنا قصه او يعمل مقارنه سير ليفامو. ثم المفيد يعني الحاجه اللي نقطعوا عليها بزاف، نديروا لكل فقره تلخيص. يعني اول حاجه نديروها خاوتي نقسموا النص الى فقرات، نحسبوا عدد الفقرات وكل فقره نديروا لها تلخيص. كاينه حاجه مهمه بزاف خاوتي حاب نقول لكم عليها باه ما يروحوا لكمش النقاط، يعني هكاك ديما كي تبداو مثلا il commence par ما ديروش وراها مثلا دوزيامو طروازيامو، لازم تفرزوها. يا يعني اما تستخدم العبارات هذو في الفقره الاولى تقول il commence par ثم ابري في الفقره الثانيه ثم في الفقره الثالثه اي وديبوي، او تبدا بريميرمون لوتر تا 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 من بعد دوزيامون تا تا، مش تخلطوها مثلا تقول il commence par ومن بعد تقول دوزيامون. ان شاء الله تتولوا لها مليح هادي خاوتي، باسكو الشيوخه يعني يتولوا بزاف لي ديطاي هادو ويروحوا لكم النقاط هكاك برك. يعني هاد الفقرات خاوتي ماذا بكم تخصوهم قد ما تقدروا بقد ما تقدروا باه ما طيحوش في التخلاط هذاك، يعني ما قل ودل. ما يعني كنتكم ما تفهمش مليح اللغه الفرنسيه ولا سي وخاوتي، يعني ما عندكم ما خاسرين. يعني 6 نقاط في بعض الشعب لو كونتروندي والله يعني حاجه تاثر لكم بزاف على المعدل تاع الباك، ومش حاجه اللي تغلب ولا حاجه كيما الرياضيات ولا. المهم خاوتي قلنا نستخدموا هذه العبارات باه نديروا في تلخيص الفقرات، وديما في التلخيص الاخر نكتبوا فينالمون لوتور ونقولوا واش قال. ان شاء الله راني واضح. والان ننتقلوا الى الخاتمه. في الخاتمة خاوتي كتبوا ملخص للنص، يعني المختصر المفيد واش فهمت من هذا النص. كما شفنا في الديفلوبمون كل فقرة نعطيه ملخص تاعها، في الخاتمة نعطيه ملخص لما ورد في النص بكامله. يعني ما تجيكمش حاجة صعيبة يعني خاوتي، لخص اي حاجة فهمتها من النص، يعني الحاجة اللي تبان لك مهمة في هذا النص حطها له. كون جات كاين يعني حاجة ستوندار مديتها لكم، يعني في كلش مديت لكم حوايج للحفظ مباشرة، الخاتمة تختلف في الغالب كون درك يعني حطيتها لكم. المهم خاوتي قلت لكم ديروا واش فهمتوا. وكاين حاجة يعني مهمة تاني لازم تولوا لها، كما قلنا في الدخلة تاع لا فيديو كاين زوج انواع من لو كونتروندي. كاين لو كونتروندي اوبجيكتيف اللي محسوب ديما يمدوه، فهاد النوع خاوتي ما تمدش رايك، يعني ما تقولش راني مع واش قال الكاتب ولا راني ضد، يعني تكتب الملخص تاعك لا كونكليسيون و سي بون مزيد والو. وفي النوع الثاني اللي هو لو كونتروندي سوبجيكتيف، فمد رايك قال راني موافق الكاتب في واش قال وعلاه راني موافق، او العكس مانيش موافق وعلاه ثاني. انا ننصحكم خاوتي ما تعارضوش، قال ديما راني موافق الكاتب لانه مدنا حجج يعني واقعيه الى اخره. جيسبر خاوتي تكونوا استفدتوا ولو القليل من هذا الفيديو، ولي حابيتي لي شارجي هاد لو كونترون دي يعني كنص راني حطيت لكم في الديسكريبسيون في الوصف تاع هاد لا فيديو ملف يعني تحملوه وطبعوه من السيبر ولا باه يذكركم بهاد لو كونترون دي باش تحفظوه من الورقه مباشره. وفي الاخير خاوتي اذا كنتو تشوفوا في هاد الشرح مفيد ولو قليلا ماذا بيا تبارطاجيو هاد لا فيديو مع اللي تعرفوهم،
وان شاء الله تابعوني في لاشين يوتيوب بان تواصلوا مع بعضنا. اذا كان عندكم يعني شرح تحوسوا عليه ولا طريق حل التمارين الى اخره راسلوني على صفحه الفيسبوك راكم راح تلقوها يعني في لا ديسكريبسيون. وبون كوراج خاوتي في الريفيزيون والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله.